يصايح بعد. سلام. سلام. عليكم السلام. شلون؟ اجلس. شي اجلس. لف يمين كذا شوي. بعد شوي. خويك كذا. بعد كذا لف كذا شوي. كذا لا. والكرسي كامل كذا. ايوه بس كذا خل. خويك مره. جالس تسلم انت دخل الديوانيه هنا. سلام سنة ود راجب. سلام سنة ود راجب. ايه على الجميل. حلوين. ها؟ جاي من جايبينك من فحط طارحينك بتفحيط ولا وطار وش طارحينك فيه؟ يا رجال تقضى البيت. تقضى البيت؟ ايه. شو فيه؟ انت شخص كنت تطبخ الخمس حرامية. على حسب ما وصل لك انت شخص كنت تمولهم تمويل خطير وهو تمويل فول وعدس وجبنة البقرة على صورة البقرة الضاحكة، كنت تمولهم اثناء السطو. حق قرة طلعنا الموضوع ما دخل. ما دخل قرة طلع باقي ما ادري. اكيد. اكيدين. ما تدري. لا. لا شكله بيتعبنا هذا فرناس. فرناس وغرفة سوداء. حط على كرسي الكهربائي. ها الكهرباء. حط على كرسي الكهربائي. اصبر يا. بتفاهم بتفاهم. شكله يبي يتعبنا. بتفاهم بتفاهم. عندكم شوف سامح. تدري كم قوة الكرسي الكهربائي اللي نجلس عليه او لا كم يمشي؟ تدري لو بس عطاك لدعة واحدة انه اللي يخلي مخك يغلي؟ هذه اول نقطة. فكر بكلامي زين. العباطة مو نافعتك. انت معك شركاء صح ولا لا؟ وابغاك تعترف. غير صحيح. ليه غير صحيح؟ ما معي. والله انت من النوع اللي يقول انا مخون العشرة. ما معي احد. اعترف. ما معي احد الحالي. الله الحالي. عمرك سمعت بالقوة الجبرية ولا لا؟ طالع فيني. قوة جبرية؟ عمرك سمعت فيها ولا لا غير الكرسي؟ انا ما اتعامل بالكهرباء. اقسم بالله. واقسم بمن احل القسم. الان لو ما تكلمت فيهم خل عني انك الوفاء. انها اللي تجيك ضربة مني. خدك هذا اللي تخلي خدك نار. ضربات وهذا هد يا رجال. محمد زيد عبد الرحمن ناصر نواف. هذا خفيف هذا لا كرسي لا خسرنا كهرباء. هد منو عدهم عدهم؟ الامور طيبه. مين؟ محمد و الو فارس و اصمت هد زيد محمد الثاني محمد اسمه ذا محمد محمد شبيب وغير واحد كنت اسمه عليان ولا لا؟ عليان عليان متعب معي عليان متعب اللي يقول لي هو اللي عليان هذا اللي يجيب لهم الحليب صح ولا لا؟ ايه ايه هو حسام عطى كهرباء لا لا عطى كهرباء عطى شغل بس بس في احد باقي او لا؟ انا باقي احد انت وش انت وش الشيء اللي درته؟ انا سمعت انك انت اغتنمت حصه من عندهم وعطوك لانك انت تطبخ لهم الفول وتجيب لهم الحلاوه البقره وش اللي عطوك؟ انا اخذت لهب يعني كنت تشغلهم نار؟ لهب. ولا لهب وش هذا؟ لهب وش لهب؟ لهب متجر عطور نخفي جرائمنا بخبخة العطور وعادة بالعطور لهب. يعني ريحته حلوة هو ايه والله لو جربت ريحته والله لو جربت اسكت تكلم مين انت حسبنك اخوي اخويك ود الانفرادي سريع ابو الانفرادي قلها الانفرادي قلها الانفرادي اه دف اخ المزح هذا شيخ كهرباء افتح افتح والله لا اله الا الله والله العظيم تعبنا تكفى ها اهديني علمت عليك تكفى تعبونا 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 جنب بسرعه اللي يسمع ليان